إذاعة سلطنة عمان تقدم حوار في القانون، إطلالة على مواضيع قانونية في حوار قانوني هادف. الإعداد والتقديم ميمونة بن سعيد السليمانية. حوار في القانون. بسم الله الرحمن الرحيم، مساكم الله بالخير مستمعي وأصدقاء برنامج حوار في القانون. أكيد تكثفت في أيام معدودة منذ 23 مارس 2015 التهاني والأمنيات السعيدة لمقدم صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم للبلاد، وأنني أؤمن بأن المناسبات والظروف التاريخية كهذه تقوم بفعلين هامين، أولهما هو بوصلة لحقيقة ما وصل إليه ذلك الشعب وعلاقته بالحاكم وبمجتمعه، والأمر الثاني الذي يحدث في هذه الأحداث التاريخية هو تشكيل المستقبل القادم. في الأيام المعدودة الماضية كل أبدع وفي إظهار مشاعر السعادة والسرور والغبطة، وأن أكثر ردود الأفعال هو أن نستمر في الإعطاء والبذل المهني والاحترافي. في حوار في القانون لليلة نخصص حلقة اليوم للتعرف عن قرب على موضوع يهم مجتمعنا وأنجزنا فيه كثير من الخطوات الممتازة، وهو موضوع حق التقاضي. حق التقاضي هو أن نكفل للناس استقرار المعاملات والحقوق. نناقش اليوم حق التقاضي ونخصص له شرحا مبسطا كالمعتاد لقانون الإجراءات المدنية والتجارية على سبيل التحديد، فأهلا وسهلا بكم. أيها المواطنون الأعزاء، تحقيقا بالوعد الذي قطعناه في مثل هذا اليوم الخالد من العام المنصرم، ها نحن نلتقي بحمد الله في مدينة التاريخ والعلم والتراث، وتتويجا لجهود ربع قرن من العمل الباذل والعطاء المثمر، فقد أصدرنا كما تعلمون أيها المواطنون الكرام النظام الأساسي للدولة الذي هو خلاصة التجربة الرائدة التي خضناها خلال الفترة الماضية. مستمعين الكرام، الكلمات والخطابات التي ألقاها جلالته في كافة المناسبات تراكمت لدينا وشكلت تجربة عمانية فريدة. إن الاستماع إلى هذه الكلمات في هذا الحدث التاريخي الهام له طعم آخر وله استيعاب مختلف. الكلمة كانت لسنة 98 كما استمعتم إليها، خطاب جلالته كان في العيد الوطني اللي كان في ولاية نزوة التاريخية، وكان فيها تتويج لجهود استمرت أكثر من 25 عاما حينها عندما صدر النظام الأساسي للدولة سنة 1996. ليش اليوم احنا نعرج على النظام الأساسي للدولة؟ لأنه أرسى مبادئ كانت قائمة وكنا نتعامل بها في سلطنة عمان، ولكن كان من المهم جدا وجود هذه الآلية التي يعني ترسخ الحقوق الأساسية والمبادئ الأساسية للدولة. في يعني بند الحقوق والواجبات من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 101 على 96، مادة هامة للغاية تخص حلقتنا اليوم هي المادة 25 من النظام الأساسي للدولة. هالمادة تقول: التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة،
ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق، وتكفل الدولة قدر المستطاع تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل في القضايا. مستمعينا الكرام، بدون مزيد من التأخير، أنا معي في الاستوديو ضيف غالي علينا، هو الأستاذ مأمون هواري الماحي، وهو محامي متخصص في التقاضي ومرخص في التحكيم. مرحبا بك أستاذ مأمون. مرحبا أستاذة ميمونة، أهلا وسهلا على هذه الاستضافة الكريمة في هذا البرنامج الناجح حوار في القانون. متمني أن نقدم من خلال هذه الحلقة ما يفيد المستمع في أو تحت عنوان الحلقة المطروحة اليوم. الله يسلمك أستاذ. طبعا أستاذ مأمون موجود في سلطنة عمان ويمارس التقاضي والعمل المهني في المحاماة لأكثر من 19 سنة، فطبعا خبرة يعني نعطيكم إياها كذا حصريا لمستمعي وأصدقاء حوار في القانون. شكرا. فبنبدأ على طول، احنا تكلمنا الحين عن بعض المفاهيم والمبادئ اللي تكلمنا فيها في المقدمة. فأستاذ، يعني في قوانين بعد يعني صدور المرسوم السلطاني اللي يعني وكفل حق التقاضي في مرسوم السلطاني 96، ففي قوانين إجرائية صدرت علشان تكون حقوق التقاضي منظمة. فعندنا قانون اسمه قانون الإجراءات المدنية والتجارية، فممكن تعرفنا أكثر على ماهية هذا القانون؟ نعم، قبل الدخول أسمحي لي أن أهني نفسي وأن أهني الشعب العماني الشقيق وأن أهني الأمة العربية في محيطها الإقليمي، بل أهني العالم أجمع بعودة الميمون الحميدة لصاحب الجلالة مولانا سلطان قابوس بن سعيد المعظم، حفظه الله وأدام عليه نعمة العافية. وهذه العودة الكريمة الميمونة لحضن وطنه العزيز الغالي الذي بذل حياته من أجله، ويأتي موضوع حلقة اليوم كواحدة من الإنجازات الضخمة التي عكف عليها جلالة السلطان المعظم في أن يقيم دولة القانون. الحمد لله رب العالمين. وتم سهر على هذا العمل إلى أن تم وأصبح القانون الأعلى، الكتاب الأبيض الذي ينظم أو يقيم دولة العدالة والقانون. وتبع هذا الدستور قوانين تنظم ما ورد فيه من حقوق مجملة، وعلى رأسها نعم. نعم قانون استاذ. الإجراءات المدنية والتجارية الذي ينظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم بمختلف درجاتها. وهو قانون في الأساس ينظم كيف ترفع الدعوة القضائية أمام المحاكم، ويحدد اختصاصات المحاكم. أقصد بهذه الاختصاصات المدنية والتجارية من حيث النوع، يعني من حيث النوع، وأيضا يحدد اختصاصاتها من حيث قيمة المنازعات، ويرسم لها تشكيلات من القضاء، ويقرر حق الطعن فيما يصدر من أحكام من تلك المحاكم، وأيضا ينظم إجراءات تنفيذ ما يصدر عنها. وكل ذلك في سياق متناسق ومتناغم يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق العدالة المنشودة المنصوص عليها في دستور البلاد وفق الأهداف زي ما قلت والغايات النهائية في أن يكفل حق التقاضي لجميع من هو موجود على الأراضي العمانية. أنا لا أقول فقط لأهل عمان، إنما لكل من وجد على تراب سلطنة عمان تشمله وتغطيه وتكفل له حقه. هذه القوانين السارية في الدولة، وعلى رأسها كما قلنا من قليل قانون الإجراءات المدنية والتجارية الذي ينظم ويحكم عملية التقاضي. نعم، شكرا على هذا التوضيح أستاذ. طبعا قانون الإجراءات المدنية والتجارية يعني هو قانون يعني تفصيلي إجرائي بحت،
ويقابله قانون آخر هو قانون الإجراءات الجزائية. ما الفرق بين قانون الإجراءات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجزائية عشان المستمعين يستفيدوا؟ هو الاختلاف بشكل مبسط من غير الدخول في تفاصيل هو اختلاف في خلينا نقول المساحة التي يغطيها كل من القانونين. القانون من اسمه قانون المعاملة، قانون الإجراءات المدنية والتجارية، معني بتنظيم التقاضي فيما يتعلق بالمنازعات المدنية والتجارية، وهي تختلف نوعيا من المساحة التي يغطيها، المساحة الإجرائية التي يغطيها قانون الإجراءات الجزائية الذي يتصل بشكل مباشر ب مخالفة القوانين العقابية في الدولة. ينظم إجراءات الدعوة العمومية المرفوعة عن طريق الادعاء العام، وتختص بها المحاكم الجزائية في درجاتها المختلفة، ويبين كيف تصدر الأحكام وكيف تنفذ وكيف يتم الطعن فيها وكيف ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة أو تلك وهكذا. إذن الاختلاف لو حاولنا أن نوجز في جملة واحدة، يمكن أن نقول أن الاختلاف بين القانونين يجد حده في نوع التقاضي الذي ينظمه، نوع الخصومة أو نوع الخصومة القضائية التي ينظمها. جميل جدا هذا التوضيح. أنا يعني لأنه حوار هو في القانون، نرحب باتصالات المستمعين الكرام وأصدقاء حوار في القانون على رقمي الهاتف 24640234 أو على الرقم الآخر 24640233. أما الرسالة النصية فيمكنكم التواصل معنا على الرقم 90484 90484. محكمة. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. كن منصفا يا سيدي القاضي، ذنبي أنا رجل له ماضي. تلك التي أمامك الآن كانت لدي أعز إنسانا، أحببتها وهي أحبتني، صدقا جميع الهم أنستني. صرحتها وقلت مولاتي، كثيرة كانت علاقاتي. قالت حبيبي دع الماضي وقبلني، قبلني بين ذراعيك. أنا الكل، وأنا لي الحاضر والآتي. كن منصفا يا سيد القاضي، تخونني لغتي وألفاظي. Thank you.
تجاوز الصبر لغة الحوار تحولت جمرة فإن رأتني جنبها سارحا فورا تصير امرأة أخرى. حوار في القانون. رجعنا لكم مستمعين الكرام في حوارنا، وأحب أعطيكم نبذة مبسطة عن تاريخ التقاضي في سلطنة عمان. طبعا سلطنة عمان معروفة بعلمائها في كافة مناطق السلطنة، فقبل 70 كان يوجد نظام قضائي، حتى في عوائل ارتحلت من مناطق إلى مناطق، وجدنا قبائل ارتحلت إلى ولايات إلى أخرى بسبب يعني إحقاق حقوق الآخرين وتولي القضاء، فهو تاريخ يعني جميل جدا وعريق في التقاضي. ومن أهم أسباب يعني انتشاره طبعا هو العقيدة السمحة الإسلامية، إضافة إلى أن أهل عمان العلماء اللي يعني محبين وشغفهم للعلم والتعلم والتتلمذ في العقيدة وفي الفقه ساعدهم كثيرا في أنهم هم يتولوا شؤون البت في خصومات تنشأ بينهم. غير أن في السبعينات مع بداية النهضة المباركة كان إلاء صاحب الجلالة لتشكيل هيئات تحكم بين الناس وتفصل في الشؤون والخصومات، إلى جانب النظام القضائي يعني اللي كان موجود آنذاك. وتلا ذلك في الثمانينات تغير جوهري حول النظام القضائي إلى نظام مؤسسي أكثر بتشكيل هيئة لحسم المنازعات التجارية. ونذكر هنا أن أول من ترأس هذه الهيئة العامة وهي تشكل نواة النظام القضائي المعاصر اللي نشاهده في سلطنة عمان كان الأستاذ الفاضل المحامي حمد الشرجي، نوجه له تحية هم وأبنائه، حاليا عنده مكتب محاماة لكن كان هو من يعني رجالات القضاء اللي تولى هيئة حسم المنازعات التجارية آنذاك. وحصلت تطورات كثيرة ذكرناها في بداية الحلقة، أن يعني صدر النظام الأساسي للدولة في المادة 25 وكرس حق التقاضي، ولحق ذلك عصر أنا أسميه كمطلعة في مسائل القانونية أن يسمى العصر الذهبي للسلطة القضائية في سلطنة عمان. كيف ذلك؟ كان ذلك بصدور المرسوم السلطاني رقم 90/99 بموجبه صدر قانون السلطة القضائية. أعتقد يعني مر من البرنامج الآن أقل من 20 دقيقة، مررنا لكم معلومات أساسية عن التقاضي في عمان. إذا تعرفنا على المادة 25 في قانون في النظام الأساسي للدولة اللي رسخ مبدأ التقاضي، تكلمنا مع ضيفنا الأستاذ مأمون عن قانون الإجراءات المدنية والتجارية اللي صدر المرسوم السلطاني 29/2002، وتعرفنا أيضا على قانون السلطة القضائية اللي نظم مهنة القضاء، تدرج المحاكم اللي هو نعرفه تدرج اللي هو ابتدائي استئناف عليا، هذا حق دستوري بنتكلم عنه أكثر مع ضيفنا ربما. فخلونا الحين نتعرف على مفاهيم مبسطة. يعني أستاذ مأمون، كيف تقع الخصومة؟ طيب هذا السؤال فعلا هو مفتاحي لإجراءات التقاضي، لأن الخصومة في الغالب يمكن أن نقوله بشكل بسيط جدا جدا يجب أن يكون لها سبب، يجب في الدعوة أن يكون لها سبب. السبب في الغالب ينحصر في أمرين، إما أن يكون سبب الدعوة هو مخالفة لقانون ساري بالدولة، أو أن يكون السبب هو مخالفة لاتفاق ما بين طرفين أو أكثر. هذا نحن طبعا نتحدث عن المسائل المدنية والتجارية. إذن سبب الدعوة أو سبب الخصومة التي يمكن أن ترفع أمام القضاء هي المخالفة لأحد هذين الأمرين. جميل. مخالفة قانون أو مخالفة اتفاق. بنتوسع في هذا الموضوع بس ما بناخذ اتصال وردنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الأخ سالم الجعفري، مساك الله بالخير. مساء الخير أستاذ ميمون المسي بضيفك الكريم. نعمتم بعودة السلطان. الحمد لله، فرحة عامرة في عمان وبعدنا عن القضاء والقانون ومشاكله، فكانت الفرحة عمت على
ما يشغل العالم نحن العكس معنا. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. شاركت في المسيرة أستاذ بالعودة الأب القائد. نعم سجع الأمن أبو علي كانت في المسيرة أمس ما شاء الله، وهذا واجب وطني يعني. فعلا فعلا هذه مناسبة يعني تاريخية إن شاء الله ربنا يكثر المناسبات السعيدة. مناسبة تاريخية وتكون 23 من مارس توأمة مع 23 من يوليو. نعم وربما نحن اللي ما شهدنا 23 يوليو محظوظون كثير يعني ذكروها الإعلاميين كثيرا ما أريد أكرر، ولكن صراحة أنا شعرت بحظ أن أنا ما كنت موجودة في 23 يوليو 1970، لكني أنا وعيالنا كلهم شاهدوا 23 مارس 2015 الحمد لله. فعلا أستاذ مينون نحن ربما من جيل بعد أيام النهضة وقبل النهضة بقليل، فلم نشعر أو نستدرك ذلك الأيام، ولكن هذه الأيام يعني أثبتت لنا مدى عشق وصرف العمانيين بحبهم لقائدهم. الحمد لله رب العالمين. والتوقيت أيضا الحمد لله رب العالمين. نتمنى عودة القائد، ننتظر نحن أن يعود. بعد كان في السبعين هو يتمنى المهاجرين أن يعودوا إلى هذا البلد ويعمروا هذا البلد ويشاركوا في السلك الإداري. نعم أستاذ سالم إحنا حلقتنا اليوم يعني أصلا تتويج لإنجازات السلطنة، حق التقاضي ترى حق هام جدا في أي دولة مدنية وحديثة. فعندك سؤال لضيفنا أستاذ مأمون هواري؟ أستاذ مأمون يعني سلطنة عمان بدأت بالتقاضي قبل فجر النهضة المباركة، وكان هنالك من عادات المجتمع العماني هي السنة والحوز، فهذا كان نوع من التقاضي، وكانت السبلة العمانية على ذلك تلعب دورا بارزا لحل الخلافات بين أبناء المجتمع الواحد. ذكرت السنة والحوز، ما هما هذا السنة والحوز؟ هي السنة إذا كان هنالك اختلاف بين في شخص قصر في شخص آخر، سيلتقوا إلى الشخص العاقل في القبيلة ليحل لهم الخلاف، ويبدأ المختصمان مثل الترافع في الدعوة. بعد ذلك يعرف المخطئ ويلزم بإسداد ما عليه من واجب حتى يكون الشخص الآخر راضي عنه. جميل. والحوز هو كذلك، عندما تختلف الجماعة أو إلى نوع معين يذهبون إلى من هو وجيه في ذلك المنطقة. لكن القضاء العماني شهد تطورا بارزا، وبدأت استغلالية القضاء ولا سلطة فوق القضاء. الآن ما نشهد نحن في القضاء العماني من مختلف درجات المحاكم، سواء كان الابتدائية والجزائية أو الاستئناف وإلى آخره، فبدأ المجتمع العماني لديه من الثقافة القانونية، يعني أصبح لدينا ولله الحمد والمنة أصبح هنالك ثقافة قانونية في وأصبحت هنالك قوانين عمانية، وكذلك السلطنة دائما سباغة في قانون لجنة التوفيق والمصالح. جميل جدا. هذه اللجنة هي جاهزة يعني في السبعينيات يعني، وأيام في الحقبة الأولى من بداية النهضة كانت الوالي يقوم بحل هذه المشاكل، وكان هنالك جزاء للمخطي ويقوم بدور، وكانت السبلة العمانية والبرزة حاضرة أمام الوالي يعني منذ بداية النهضة المباركة إلى سبع. ثم بعد تطور القضاء، والآن ما نشهد نحن بدأ ما يوجد هنالك الادعاء العام الذي يدافع عن الحق العام سواء كان للمواطن أو للدولة. جميل جدا كلامك. وشهد القضاء العماني يعني في أنا استمعت إليك ربما لاحقت يعني في بداية وأنت تقول الآن القضاء العماني يشهد استهارا، ونحن نقول القضاء العماني نعم في هذه الفترة وهذه الحقبة يشهد استهارا مميزا واستهارا بارزا لدى الجميع بمختلف درجات التقاضي. أستاذ سالم سواء كان للمواطن أو المقيم فعلا يكفض حقوق الجميع. أستاذ ميمونة نحن في هذا البلد معنا القانون مساواة للجميع. جميل. ليس المواطن القانون قانون ويجب على الجميع أن يحترمه، ما للمواطن للمقيم في هذا البلد. نعم فعلا. أنا أشكر مداخلتك أستاذ سالم صديق البرنامج يعني المخلص، ألف شكر على مداخلتك الجميلة اللي أثرت، عرفتنا قليلا عن مصطلحات كان يعني تكرس أن التقاضي مكفول في عمان حتى منذ وقت بعيد. ألف شكر لك. شكرا لك أستاذ ميمونة، والشكر لضيفك المتواجد معك، وأنتم دائما تسرون، وهذه ثقافة قانونية نحن
شيء أمس الحاجة إليها، واجتماعنا لديكم ومتابعتنا يعني دائما للبرنامج هو تثقيف لنا. ألف شكر، وإن شاء الله تكون بقية المتبقية من الحلقة أيضا شائقة لك وفيها مكسب لمعلومة قانونية. ألف شكر، ألف شكر أستاذ سامي. شكرا أستاذ، شكرا. مع السلامة. فيعني أعطانا معلومات عن السنة والحوزة، مصطلحات جديدة صراحة. نعم. يعني نعم. هي قديمة ولكن نعم. أحياها بهذه المعلومات الجيدة. نعم. زين، إحنا كنا واصلين في كيف تقع الخصومة، فذكرت أستاذ أن مصدر الخصومة أستاذ مأمون إما يكون لمخالفة في القانون، طبعا هذه مدنيا وتجاريا، أو لمخالفة الاتفاق. ممكن تعطينا مثال أستاذ على يعني خصومة تقع، يعني اختلاف بين طرفين بسبب مخالفة القانون؟ نعم، قد القانون طبعا في كثير من الأحيان يتدخل لينظم علاقة الأفراد بعضهم البعض، سواء كانوا أفراد طبيعيين أو كانوا أفراد اعتباريين اللي بنسميها نحن في لغة القانون الشخصيات الاعتبارية. نعم. ونقصد بها باختصار وببساطة وبسهولة الشركات التجارية بأنواع مختلفة اللي هو يسموها الأشخاص الاعتبارية، أي أن القانون اعتبرها أشخاص لها ذمة مالية ولها شخص اعتباري ولها من يمثلها وكذا وكذا وكذا. إن كان هناك قانون يتدخل لينظم علاقة طرفين، سواء كان كما قلنا من قليل شخص طبيعي أو شخص اعتباري، ينظم العلاقة فيما بينهما وخالف أحد الطرفين نص قانوني ينظم هذه العلاقة، يصبح أو ينهض أو يقوم لهذا الطرف الذي تمت المخالفة في حقه أن يلجأ إلى القضاء ليلزم الطرف الآخر بأن يلتزم بالنصوص والتنظيم الذي فرضه القانون على هذه العلاقة. أنا صراحة يجي في بالي مثلا على سبيل المثال عندما يحدث لا سمح الله حادث سير. نعم. زين، طبعا في حق عام وفي تعويض وهكذا. نعم. لكن في شق التعويض فهو شق مدني. نعم. لأن أنا أطالب مثلا على سبيل المثال بأنه الضرر على مركبتي أو أضرار على ممتلكاتي، هذا يعتبر من قبيل الدعاوي المدنية. نعم، من قبيل الدعاوى المدنية، لكن التنظيم فيها هنا هو تنظيم عقدي. نعم. تنظيم تعاقدي ما بين شركة التأمين وما بين المؤمن له لصالح الطرف الثالث. جميل. لكن أيضا هذا عقد التأمين في عمان وفقا للقوانين العمانية عقد منظم، أي أنه لم يترك اعتباطا. تدخل القانون، قانون تأمين الشركات أو قانون تأمين المركبات، وفرض على الشركات التأمين في عمان أن يكون هناك عقد موحد للتأمين على المركبات. جميل. ينص فيه على نصوص تكاد تكون نصوص قياسية أو ستاندر، يجب أن تضمنها عقد وثيقة التأمين. بالتالي هنا يكون مصدر الالتزام على الطرف عقدي يكرسه القانون. جميل جدا. ويؤكد عليه القانون هذا. جميل. نوع. فإذا تضرر أحد الطرفين في حادث سير، سواء كان مالك المركبة أو مستأجرها أو سائقها أو الغير في الشارع أو الغير داخل المركبة، يستطيع أن يقيم الدعوى القضائية في مواجهة هذه الأطراف الأخرى بموجب عقد التأمين وبموجب قانون التأمين. جميل هذا التوضيح. عندنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير، شكرا لك وشكرا موصول للضيف الكريم. بالنور والسرور الأخ أحمد البلوشي، تفضل. معك أحمد عبد الله سليمان البلوشي من ولاية السويد. هلا والله فيك، شو أخباركم؟ إن شاء الله طيبين. الله يبارك فيك. نعمتم بعودة السلطان. والله الحمد لله، نشكر الله الليل والنهار. الحمد لله. نشكر الله ونعبد يوم هاي فرحة غامر جدا جدا، يا ابدا ما ننساها ابدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وتكتب هذه بحروف من ذهب على قلب كل مواطن عماني. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد فعلا لله كلامك. تفضل، احنا موضوعنا عن حق التقاضي. استاذ ميمون، انا عندي سؤال تجاري بالنسبه للضيف، سؤالين. تفضل. بالنسبه للمحكمه، محكمة الاستئناف، إذا واحد حكم القاضي
وفي الاستئناف على أساس أنه يدفع المبلغ عليه كم فترة عشان يغلق الملف، كم فترة يظل دفع عليه، يعني لازم يغلق الملف. يعني أنت محكوم لصالحه مثلا، تتكلم بالنيابة عن محكوم لصالحه صح؟ أنا محكوم لصالح فلان، لكن على الفلان يعني مثلا أنا محكوم ضدي أنا مبلغ زين، أنا دفعت المبلغ، قسم التنفيذ في المحكمة ما يلغون الملف لكم، يعني كم الفترة حتى يغلق الملف نهائيا؟ يعني إيش اللي تبقيته بعد ما دفعت المبلغ؟ شو اللي استوى يعني موضوع بعد؟ يعني أنا بالنسبة لهذا موضوع أستاذ ميمون، موضوع مثلا في محكمة عندي دفعنا مثلا المبلغ في محكمة الخوير، ظل المبلغ، ظل الملف مفتوح، الخصم طالب بمبلغ ثالث بعد مضي 3 سنوات. يمكن دعوة أخرى أخي الكريم بس من؟ لا هي الدعوة. جميل. إحنا لأن المحكمة الاستئناف قسم التنفيذ، يعني قسم التنفيذ الأخوير ما أغلقوا الملف. زين ما أشكال، إحنا بنستوضح. هذه نقطة. نعم. عفوا، النقطة الثانية نطالب من المحكمة الموقرة بأن يكون حينما يطلب الشخص أو قسم التنفيذ ما يودى سيدة للشرطة إلقاء القبض على فلان وفلان. قصدك الضبط والإحضار. أي خاطب يعني المحافظ الوالي. جميل. الشرطة. كلامك أسئلتك بصراحة عملية جدا ومفيدة، إن شاء الله إحنا هي جزء من محاورنا إن شاء الله، ولا يهمك بنستفيد معلومات الأستاذ مأمون ونجاوب على سؤالك، ولا يهمك أستاذ أحمد. ألف شكر، جزاك الله خير. إحنا بنواصل الحوار ونعطي فرصة في اتصال آخر بس يعني عشان نكمل حوارنا، بس المتصل الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مساء عليك وعلى ضيفك الكريم الأخ مسلم الحارثي. أنا صاحب الجلالة. أي نعم، هلا والله. عندي مداخلة أختي العزيزة. تفضل. ما أعرف هذا الموضوع هل يعني يدخل في ضمن هذا الحلقة ولا يكون خارج؟ هو موضوع قضائي أختي العزيزة. أنا نصب علي من أحد الأفراد وتقدمت بشكوى إلى محكمة الصحم. لحظة شوية، ممكن نتفق على حاجة أستاذ مسلم؟ نعم. ممكن نتفق على شغلة؟ تفضلي. زين، نحن في التقاضي يعني لا يجوز يعني التعليق على دعوة قائمة، زين؟ فهذا لازم يعني مبدأ قضائي يعني، مو عشان بس لحظة بكمل عشان تحاور حوار في القانون، زين؟ إذا حبيت تشرح لي تفاصيل مبسطة بدون ذكر مثلا الأماكن والأسماء، حي ومرحبا أخ مسلم. طيب تفضل. طيب إن شاء الله. الكلمة في الموضوع أنه القاضي بعد ما استمع لي كان في متدخل ثاني اللي هو اشترى السيارة من الشخص اللي استحالني أنا. نعم. ولكن الشخص اللي تدخل ما كان عنده أدنى دليل أنه مشتري. فوق هذا القاضي أثبت له أنه له حق أو أنه له يعني مصلحة في الموضوع. يعني أنت بايع السيارة لشخص. نعم. والشخص هذاك باعها لشخص آخر. نعم. الشخص اللي اشترى ما كان عنده أي دليل إنه مشتري، فوق هذا القاضي قبله إنه متدخل. جميل. أنت إيش صفتك في الدعوة؟ من أهل أحد المحامين قال أخ مسلم. لي إذا ما عنده دليل يجب عليه حتى اليمين. إنزين أقول لك أخ مسلم، أنت إيش صفتك في الدعوة؟ صفتي في الدعوة إنه أثبت له وقال لا. يعني أنت يعني مدعي ولا مدعي عليه؟ أنا مدعي. مدعي. أنت المدعي. نعم. وش طلباتك؟ القاضي إذا كانت سيارة في الحجز، أنا لما رجعت منك حصلت السيارة معروضة. لا أنت رفعت دعوة، يعني إيش طلباتك كانت في الدعوة؟ كانت طلباتي يرجع السيارة أو دفع من الباقي المبلغ يعني. أيوة فهمت الفكرة. زين حاصل، هذا سؤالك. أي فهمتي، لكن أنا الحين أتساءل كيف القاضي يثبت لشخص حق وهو ما عنده دليل أساسا. جميل حاصل. أنا بس هل ضيفنا كيف قبل تدخل ماله هذا خصم مدخل يعني؟ حاولت في القاضي، فوق هذا القاضي ساومني بين السيارة وبين اني اتساوى مع الشخص اللي لا ما مساومة، هو في مخارج قضائية، في تسويات تحصل، بس ما عليه اخ مسلم. في تسويات انا معاك في هذا الموضوع، لكن الموضوع ما فيه ان الشخص هذا ما عنده اي دليل يشترى. زين ما مشكلة، انا نسيت لشخص وقلت له ان هذا السيد البيت بيتي انا اشتريته. جميل. وانا ما عندي دليل، هل القاضي يثبت له في هذه الحالة؟ معلش احنا لذلك في نظام قضائي. لا معلش، الحين احنا بنسال هالاسئله لضيفنا الاستاذ مأمون. بسمع حاصل الضيف معك رايك في الجانب هذا. صح. يعني اذا في شخص تدخل في قضيه وهو ما عنده دليل
يعني ثابت ايش يكون يعني خلاص واضح هي. كلامك. ولذلك يوجد نظام قضائي عشان الناس متقاضين، يعني الناس فيها اختلاف وجهه نظر. ولا يهمك اخ مسلم، نشكر اتصالك. القضاء يتصف بالنزاهه دائما، ما مشكله. احنا فهمنا سؤالك، ولا يهمك، كن على السمع وان شاء الله بتسمع جواب من الاستاذ مأمون. شكرا، مع السلامة. فما الله يا جماعة، الحين أنا شوية بستأذنكم أني أواصل بقية المحاور مع ضيفنا الكريم الأستاذ مأمون. إحنا كنا نتكلم عن كيف تقع الخصومة. هذا النموذج اللي أعطانا إياه الأخ مسلم متصل الآن، هذا هو. كل واحد عنده وجهة نظر يختصم، أنا رأيي أن أنا لي حق، والثاني أنا رأيي أن أنا مظلوم. ولذلك يوجد نظام قضائي يعني يفصل بين الناس وفق إجراءات محددة. فإحنا كان سؤالنا أول كيف تقع الخصومة، وشرحت لنا أستاذ أن يكون أسبابها هي نعم. هذه نعم. زين. نعم، رفع الدعوة أمام القضاء نظم قانون الإجراءات المدنية والتجارية بنصوص واضحة ولم يترك شاردة أو واردة وإلا أورد فيها نص يعالجها. جميل. كل ذلك إحكاما وتأكيدا على ضبط عملية التقاضي حفاظا على حقوق الناس. ترفع الدعوة دائما، حدد القانون إنها ترفع في موطن المدعى عليه. لحظة، موطن المدعى عليه يعني اللي انت تشاكيه إيه؟ ورحت محكمة وين هو ساكن، نزوة نعم. ساكن مسقط، ساكن كذا نعم. ترفع دعوة في موطن المدعى عليه. في موطن المدعى عليه. جميل، هذا أول خطوة. شرط، أول شرط أن ترفع في موطن المدعى عليه. ليش ترفع في موطنه؟ على أساس أنه هذه الدعوة قد تكون دعوة من الضعف بمكان، بحيث أنه يكون زي ما بنقول كذا بالبلدي ما منها نتيجة، ما منها فائدة، فأنت بتختصم شخص في صلالة، تروح ترفع له الدعوة في مسندم أو ترفع له إياه في صحار، ويعلن ويتطلب أنت من المحكمة إحضاره من صلالة في كل جلسة ليدافع عن نفسه. هكذا يعني تحس أنه حتى بالنسبة للفرد العادي أنه يحس أنه هذا ما عدل، ولذلك القانون تدخل وفرض إن كنت أنت فعلا حقيقة جاد في دعواك وتحس بأنها دعوة قوية ومؤسسة وفعلا عندك حق عند فلان أو علان من الناس، تذهب في مكان موطن وترفع دعواك. جميل، هذه واحدة. اثنين، لغرض إعلان هذا الشخص، والإعلان هذا يعني فيه كلام كثير وفيه يعني مشاكل تصير أمام المحاكم، لابد أن تبين لهذه المحكمة وين فلان هذا نحصله. وين القانون فرض عليك أن تضمن في صحيفة دعواك أو هذه الورقة البسيطة. أنا الآن ما أتكلم في أنه دعوة مرفوعة من محامي، لأنه المحامي عارف شغله. أنا أتكلم للمواطن البسيط العادي اللي يريد يرفع دعواه لبحثا عن حقه واسترداده، يبين للمحكمة في الورقة اللي مبين فيها قضيته وين يسكن فلان هذا خصمه المدعى عليه، العنوان المكاني اللي سكنه. هكذا حدد قانون الإجراءات المدنية والتجارية، يجب أن يكون عنوان السكن، لأنه هذا الموطن اللي يفترض أن يكون الإنسان متواجد فيه هو وأسرته. عناصر أخرى، أن تبين السبب إن كان عندك مثلا مستندات تدعم دعواك، في اتفاق تم خرقه بواسطة الطرف الآخر وهذا أساس دعواك، ترفق هذه هذا المستند اللي يسند هذه الدعوة ويعين القضاء في الوصول إلى أنه في حق ولا ما في حق. وإثباتات طبعا، هذه الإثباتات يعني المستندات، إن كان ليس هناك إثباتات فيه بس شهود مثلا حضروا الاتفاق أو حضروا الواقعة اللي أنت ترى أنه يتمخض لك منها حق، تجيب تكتب أسماء هذه الشهود وعناوينهم، ومن حقك ومكفول لك في القانون أن تطلب هذه الشهود أمام المحكمة ليؤدوا الشهادة وفقا أيضا لضوابط تحددها المحاكم. فهذا تقريبا خلينا نقول أنه باختصار كيف ترفع الدعوة المدنية أو حتى التجارية أمام القضاء وفقا لقانون الإجراءات المدنية والتجارية اللي هو موضوع حلقتنا اليوم. جميل، هذا التوضيح إن شاء الله استفادوا منه الناس. في سؤال بخصوص رسوم الدعوة. نعم، يعني الناس تتساءل، يعني تعرف أحيانا الناس تخاف من الرسوم العالية أو تكاليف.
لا أبدا، في الدعاوى المدنية القانون حدد إنه الرسم، أنا في تقديري إنه الرسم رمزي جدا، هي 5 ريالات بتدفع في لحظة تسجيل الدعوة. 5 ريالات فقط؟ نعم. بالنسبة للدعاوى التجارية، لأنه هنا الافتراض في الدعاوى التجارية إنه هذول تجار وده تعامل تجاري، تعامل مالي، تعامل فيه زي ما بنقول كذا على لسان شباب اليوم بيزنس. صحيح. ففي فلوس، يعني الموضوع فلوس، ولذلك القانون تأكيدا أو لجدية المدعي اللي رايح يرفع الدعوة فرض رسم، حددوا بنسبة مئوية من المبلغ المطالب به، اللي هو رسم في حدود 2% من قيمة المطالب أو قيمة الدعوة. يعني إذا هي ب2000 يدفع 200. نعم، بس حدد حد أدنى وحد أعلى لهذه الرسوم. أيوة. بحد أدنى 30 ريال، وبحد أقصى 3000 ريال عماني. بمعنى أوضح إنه مهما كانت قيمة الدعوة قليلة، فإن الحد الأدنى من الرسم واجب الدفع هو 30 ريال، وإن كانت الدعوة بمبالغ كبيرة يعني مئات الآلاف من الريالات، فإن حد الأقصى اللي يجب أن يدفعه المدعي هو 3000 ريال عماني كسقف للرسوم القضائية. جميل. وسداد الرسم ضروري ومهم جدا، ولا تعتبر الدعوة مرفوعة إلا من تاريخ سداد رسمها. جميل. في سؤال جانا على رسالة نصية يقول: هل يوجد نص صريح في قانون الإجراءات المدنية يعفي المؤسسات الحكومية من رسوم التقاضي والخبراء؟ موجه السؤال هو أعتقد زميل في المهنة اسمه محمد فايز الرواحي، إذا ما تخوني الذاكرة هذا زميلي في الجامعة الأردنية في عمان، فأجي له تحية إذا هو نفس الشخص يعني. فإجابة على هذا السؤال أستاذ؟ لا لا، أنا لم أشهد أو لم يقابلني في قانون الإجراءات المدنية والتجارية ما يعفي الجهات الرسمية من سداد. إذا كانت هي مدعية. لكن لكن هو في الغالب إنه بس أنا حاب أن أوجه انتباه السائل إلى أنه الخصومة القضائية التي يكون فيها طرف أحد مؤسسات الدولة لا ترفع أمام القضاء العادي، وإنما ترفع أمام محكمة القضاء الإداري. ومحكمة القضاء الإداري لها قانون الخاص ولا تخضع لقانون الإجراءات. هذه أسئلة ما شاء الله. نعم. يعني كذا فيها لا تخضع في الباطن. صحيح. شيء يعني لا تخضع لقانون الإجراءات المدنية والتجارية، إنما ينظمها قانون. نعم. محكمة القضاء الإداري. جميل. هذا يعني ايضا في الاجراء، احنا بعدنا في العناصر الشكليه وفي العناصر الموضوعيه. نعم. فاحنا في العناصر الشكليه مستمعينا الكرام، كل دعوه فيها عناصر شكليه وفيها عناصر موضوعيه. العناصر الشكليه ذكرها الاستاذ مأمون هو موطن رفع الدعوه، موطن المدعى عليه، رس دفع الرسوم يعني المقرره. نعم. عنوان المدعى عليه، المستندات والادله التي يعتمد عليها المدعي في دعوة. جميل. خلينا نكون مختصرين وبسيطين، هذا بالنسبه للعادي. اظني سهله. نعم. الحين في سؤال ايضا بخصوص متى توكل محامي ومتى ما توكل محامي؟ أعتقد في دعاوى معينة لازم يكون فيها محكمة. تدخل قانون المحاماة العماني وألزم أن إذا كانت قيمة الدعوة تتجاوز 5000 ريال عماني يجب أن ترفع الدعوة بواسطة محامي. ليش أستاذ؟ أنا أعتقد إنه هذه من النصوص اللي فعلًا فيها ضمانة. للمتقاضي أكثر من أنه في كثير من الناس يتشكوا من أنه هذا يعني يفرض على المتقاضي أمر قد لا يكون هو محتاج له مثلا، يعني هو أنا قادر أرفع دعوة. في ناس كثير على فكرة يعني يكون عندهم سوء فهم، يقول أنا أروم حتى لو 5000 ريال أروم أنا دافع عن نفسي. نعم. أنت ما تعرف، هذا مثل الدخول في بحر، يعني أنت مو ربانه. بالضبط. يعني في ناس عندها أدواتها، بعدين خصمك المدة عليه ما تعرف، يمكن حاط هناك واحد محنك. صحيح. يعني صحيح. هذا بالضبط. يعني الآن أعتقد أنه المفروض أننا كلنا كمتقاضين نفهم هذا النص باعتبار أنه ضمانة للمتقاضي أكثر من أنه إرهاق أو رهق مالي عليه. صحيح أنه لما تروح توكل محامي بموجب هذا النص بيكلفك أتعاب محاماة وكذا، لكن تأكد إنه الأداء رايح يكون مهما أنت أتيت من معرفة وأنت متأكد من صحة دعواك، عرض هذه الدعوة وإثباتها أمام القضاء بوسائل قانونية سليمة تحصن ما يصدر من حكم
هذا يختص فيه أهل الخبرة، وبالتالي القانون حماية لهذه المطالبة الكبيرة التي تجاوز 5000 ريال عماني فرض على المتقاضين أن يتم رفعها بواسطة محامي. وعلى العكس على فكرة بالنسبة للمدعى عليه، إن كانت الدعوة أيضا تتجاوز هذا المبلغ، لم يفرض القانون عليه أن يستعين بمحامي. إذا كانت إيش أستاذ؟ إذا كانت متجاوزة لخمسة آلاف ريال عماني. ليش؟ لم وطبعا ليش شوية صعبة يعني. المشرع له حكمته. نعم. في تشريع النصوص. ويبقى المسألة مسألة اجتهادات وتفسيرات. ما لم يكون هناك مذكرة تفسيرية جميل. مرفقة بالقانون تبين ليش تم تشريع هذا النص. لكن جميل. للمعلومة للكافة إنه بالنسبة للخصم المدعى عليه لم يفرض قانون المحاماة أن يوكل محامي إذا زادت قيمة الدعوى عن 5000، يستطيع أن يدافع بنفسه. وباعتبار أنه هو في موقع أصلاً ليس عليه رسوم، إلا إذا خسر الدعوى صدر الحكم في مواجهته. إذا هذا بالنسبة للمدعي عليه. بالنسبة نحن الآن انتقلنا للحديث عن المدعي. أيوة صحيح. يعني إذا أنت رفعت عليك دعوى، واحد يطالبك ب7000، ب70000، ب700000 ريال، لا يلزمك القانون بأن تعين محامي. لكن إن كنت أنت من تريد أن ترفع هذه الدعوة لخطورتها لأن قد تخسرها، فرض عليك القانون حماية لك وحماية للحق المدعى به أن توكل محامي ليباشر الإجراءات التقاضي على الوجه السليم قانونا. جميل جميل هذا الكلام. ينقلنا إلى موضوع إحنا عندنا يعني حالات عملية كثيرة يعني تتعلق ب أنه ما تم تبليغه، ما وصلوا إعلان بالتنفيذ على سبيل المثال ولا بإقامة دعوة ضده، تم إعلانه بالنشر، هذا مدعى عليه، هذا شخص واحد مشتكيه مثل ما يقولوا عندنا، وبعدين صدر حكم، نشر الحكم عشان سريان مدة الاستئناف، وتفاجأ فجأة أنه هو مثل ما قال الأخ أعتقد المتصل اللي هو أحمد البلوشي، قال أنه ضبط وإحضار وشرطة ودعاء عام، أو مثلا يجونه في الدوام أو هو في المراكز الحدودية سواء البرية أو الجوية، ويتفاجأ أنه ضبط وإحضار الشخص. إيش هذا الظاهر أستاذ؟ حقيقة هذه الموضوع يتعلق بالأحكام الغيابية. يعني إذا أردنا المصطلحات القانونية، الحكم الغيابي أصلاً خلينا ندخل في صلب الموضوع مباشرة. حكم الغياب حكم ضعيف، وضعفه ناتج من أن المدعى عليه لم يمكن أو لم يتمكن من تقديم دفاعه ومناهضة الدعوة المرفوعة عليه. بالتالي تدخل قانون الإجراءات المدنية والتجارية ووضع ضمانات حتى لا تؤخذ هكذا الحقوق المدعى بها غلابا على الناس، ووضع نصوص صحيح أنه لما يصدر حكم غيابي يفترض أن يتم به إعلان المدعى عليه إعلان صحيح وفقا للاشتراطات اللي اشترطها قانون الإجراءات المدنية والتجارية. لابد من التحقق من موطن المدعى عليه، ويجب على قسم محضرين المحاكم أن يتيقن أن ليس لهذا المدعى عليه أو من صدر الحكم ضده موطن معروف يستدل عليه، ثم بعد كده يلجأ إلى الإجراء البديل اللي هو الإعلام بالنشر. وحتى إيش يعني إعلام بالنشر يا جماعة؟ يعني يصدر في الجريدة اليومية، هذه الجرائد اليومية يصدر إعلان إن في قضية رفعها فلان ضدك. نعم. وبيقي ما يذكروا القيمة ولا شيء، يذكروا مقر المحكمة وموعد الجلسة. لا يصدر يذكر القيمة القيمة وكل شيء. نعم. على أساس أن يحاط علما هو بما هو مرفوع عليه أمام القضاء عشان يحضر ويجي وهو جاهز فعلاً للرد على هذه الدعوة. إنزين هذا الموضوع مهم لأنه يتكلم عن فلسفة التقاضي. نعم. يعني ما الهدف من التقاضي يا جماعة الخير؟ إن كل واحد مدعي يسجل دعوة والموضوع يمشي. نعم. صح؟ هو الحقيقة إيش هذا ممكن يعني أنا أحب أنه بس أؤكد على أنه القضاء أو الأجهزة القضائية في كل الدنيا وعلى مر التاريخ والعصور يراد منها تحقيق العدالة. هذه الكلمة الذهبية المفتاحية لأي عمل قضائي، فأي عمل قضائي لا يستهدف ولا يحقق هذه الغاية في تقديري أن يجب أن يعاد فيه النظر. ماذا تقصد بالعدالة؟ تحقيق العدالة بمعنى رد الحقوق إلى أهلها.
رد الحقوق إلى أهلها. وفي المسائل الجزائية الأخرى معاقبة من يتعدى على النظام العام. رد الحقوق إلى أهلها مع إعطاء فرصة للخصوم وللمدة عليه بالتساوي للدفاع عن أنفسهم. هذا هو المقصود لما نقول رد الحقوق إلى أهلها، ليس لا نقصد المدعي لكن نقصد أيضا حق المدعى عليه في أن يدافع عن نفسه وأن يثبت أن ما رفع عليه ليس حقا فعلا. وبالتالي يسترد حقه في براءة ذمته. نعم. أو الدفاع عن نفسه أصبحت ثابتة بموجب حكم قضائي. ولذلك نلاحظ أنه في قانون الإجراءات أو القوانين الإجرائية بشكل عام تسعى بشدة لهذه الضمانات، لتكريس هذه الضمانات ولإظهارها. باختصار شديد جدا، أن الحكم الغيابي حكم ضعيف كما قلنا، يستطيع إن تم لما نقول حكم قضائي غيابي تم إعلان الخصم المحكوم عليه بالنشر، يجوز لهذا المحكوم عليه بالنشر أن يستأنف هذا الحكم من تاريخ علمه الحقيقي بالحكم الصادر في حقه. يعني أنا سوي ضبط وإحضار لشخص مثلا بتاريخ 1/4/2015 وهو ما عنده خبر عن وجود دعوة ولا شيء، متفاجئ إيلو، إيش التصرف اللي ممكن يعمله؟ على طول طبعا إذا كان في توقيف له يكفل نفسه بموجب إجراءات أو النصوص التي تنظم عملية الكفالة، فيخرج إلى الحرية. وأنا أنصحه بأنه اليوم التالي مباشرة يروح إلى المحكمة اللي أصدر منها الحكم ويقدم استئناف لذلك الحكم الابتدائي إن كان الحكم ابتدائيا إلى محكمة الاستئناف. وأطمن الجميع والمستمعين بأن المحاكم درجت على قبول هذا الاستئناف، وينظر الموضوع كأنه ينظر لأول مرة باعتبار أنه محكمة الاستئناف محكمة. يعني بالنسبة للناس اللي مثلا أنا إيش الجزئية اللي يعني مثيرة يعني للشك، أنه في ناس ترفع دعاوي على أشخاص هم متقاضين، يعني أكيد في علاقة تعاقدية أو في معرفة مسبقة مع الشخص، يعني يكون بسوء نية ما يصرح عن موقعه ولا موطنه ولا شيء، يريد يعني يفوت عليه الدفاع عن نفسه في الدعوة والانتهاء إلى قضية. فأنت الحين رسالتك أن الأحكام الغيابية ضعيفة وأن تقويتها الوحيدة هو أنه عند ضبط وإحضار الشخص لديه فرصة أنه يدافع عن نفسه عن طريق رفع دعوة استئناف إذا كانت الحكم ابتدائي، ويسري سريان من أول وجديد مدة 30 يوم لرفع دعوة جديدة، وينظر تنظر في الدعوة كأنها جديدة. نعم نعم، بس أمام محكمة الاستئناف. أمام يعني باختصار شديد جدا، وعلمه يتصل بالحكم اللي صادر عليه. ليس بالضرورة إنه لما يتم عليه ضبط أو توقيف، إذا حتى عرف بالطريق العادي إنه في حكم صادر عليه، أو جاه إعلام بالسند التنفيذي بمعنى إنه اللي محكوم له خلاص عدت فترة الاستئناف اللي هي 30 يوم من تاريخ النشر، وراح قسم تنفيذ الأحكام بالمحكمة المختصة واستخرج سرد تنفيذي وأعلن فيه. فبمجرد ما يحضر أمام قاضي التنفيذ من حقه أن يوقف إجراءات التنفيذ عن طريق طلب طعن استئناف أمام محكمة الاستئناف، يثبت فيه أنه لم يكن على علم بهذه الدعوة وأنه الإعلان بالنشر تم فيه تضليل للمحكمة، وأنه خصمه كان يعلم عنوانه الطبيعي ومقره العادي ولم يلجأ لهذا. القانون هنا فوت الفرصة، إذا كان هذا المدعي يريد أن يفوت الفرصة فالقانون فوت الفرصة عليه ألا يستغل هذا الأمر اللي هو الإعلان بالنشر والأحكام الغيابية ليتحصل عليه على أحكام على الغير بدون وجه حق. جميل جدا هذا التوضيح. إحنا الوقت داهمنا، فعندنا دقيقة لكل سؤال من الأسئلة اللي وردتنا. السؤال لو كان من الأخ أحمد البلوشي اللي يتكلم عن متى يعني تقفل الدعوة، لأنه هو حسب كلامه محكمة الاستئناف حكمت بدفع مبلغ خلال فترة معينة واستجاب هو بدفع المبلغ، فيعني متى تقفل الدعوة؟ أنا أقول للأخ أحمد إنه إغلاق ملف التنفيذ يتم مباشرة عند تنفيذ الأمر أو المبلغ المحكوم فيه إذا كان الحكم بمبلغ مالي. في مستند معين يستلمه هو؟ نعم نعم، ويجب عليه لما يسدد
ويكون أمام قاضي التنفيذ أو موظف التنفيذ أن يطلب منه مباشرة إغلاق الملف، والملف بموجب القانون يجب أن يغلق في تلك اللحظة. جميل. إذا لم يغلق فقد يكون ذلك خطأ بشري عادي من موظفين قسم التنفيذ. جميل. وليس له أثر قانوني. وإذا هو يتكلم عن وجود مبالغ أخرى يمكن هو رفع دعوى أخرى، لأن لا يجوز موضوع آخر. أيوة. إذا في حكم آخر أو مبالغ أخرى. أيوة. نطمن الأخ أحمد أنه لا يمكن الفصل في نفس الموضوع مرتين أبدا. أيوة. فهو موضوع صح. آخر نفس المدعي لكن موضوع ثاني. نعم. ومصدر آخر مصادر الالتزام. أي جايز يكون كذا. جميل. الحين ضبط الأحضار أعتقد الأخ أحمد ناقشنا فيه خلاص. نعم. الأخ مسلم هو مدعي بخصوص بيع مركبة، وأنه في بائع ثاني خلاص دخلت في بيعة ثانية، وأنه هو عنده طلبات إرجاع السيارة أو تدخل أو يعني أو دفع بقية المبلغ البيع. ف يعني هو يقول يتكلم عن كيف آلية إثبات المسائل التجارية والمدنية في هذا النوع من الخصومات. شوف، التدخل في إجراءات التقاضي حق مكفول أيضا بموجب القانون، بموجب قانون الإجراءات المدنية والتجارية. كفل لكل من له مصلحة في دعوة مرفوعة أمام القضاء أن يتدخل فيها، يتدخل تدخل فرعي فيها باعتبار أنه صاحب حق. المشتري الثاني يعني اللي اشترى من الشخص اللي اشترى من صاحب السؤال له حق، اشترى هذه السيارة ودفع قيمتها للشخص اللي في النص، في نص المعاملة. إذن له حق على هذه المركبة. أما العلاقة أن ما بين السائل وما بين من اشترى منه السيارة وأن هناك باقي ثمن لم يتم سداده وكذا وكذا، هذا مسألة رفع دعوة أخرى، رفع دعوة عادية جدا ويحكم له إن كان عليه إثبات ترصد هذا المبلغ في ذمة المدعى عليه. وإذا ثبت يحكم له بذلك، وإذا لم يستجب المحكوم عليه أو ضده يمكن فسخ العقد، يمكن فسخ العقد. وأيضا هناك بالنسبة للمشتري الأخير له حق يكون في فعلا كل واحد له حقوق. نعم. ولذلك توجد. نعم. محاكم يعني. نعم. فما في شيء شخصي، وإنما أكثر شيء وجود حقوق كل واحد. هذا هدف وجود المحاكم. نعم. أن كل واحد يجد في نفسه أنه هو صاحب حق. صحيح. ويريد أن يحافظ عليه. صحيح. فإحنا الوقت داهمنا بسرعة، أنا بعرج على السريع على جريدة رسمية اللي صدرت هذا الأسبوع، وهي الجريدة الرسمية رقم 1093 الصادرة في 15 مارس 2015. صدر فيها مرسوم سلطاني، عدة مراسيم سلطانية، حوالي يعني 5 مراسيم، أولها 5/2015 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ثم المرسوم السلطاني رقم 6/2015 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، ثم المرسوم السلطاني رقم 7/2015 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة سلطنة عمان وجمهورية كوريا بالإعفاء متبادل متطلبات التأشيرة للدبلوماسيين والرسمية والخاصة والخدمة، ثم المرسوم السلطاني 8/2015 بالترخيص بين جمع بين الجنسية العمانية والجنسية البريطانية لأشخاص محددين مش عامة، وثم مرسوم سلطاني رقم 9/2015 بمنح الجنسية العمانية لأشخاص محددين، وأخيرا قرار وزاري لكن مهم جدا اللي هو الصادر من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء رقم 107/2015 بنقل مقر محكمة السناف والمحكمة الفدائية في مسقط. طبعا سابقا كانت في الخوير عند دوار دوحة الأدب، والحين صارت في شارع الوزارات، شارع التراث، وهذه معلومة سبحان الله جات مصادفة مناسبة لموضوع حوارنا. في نهاية هذا الحوار أود أقدم الشكر الجزيل جدا على المعلومات الغنية والثمينة اللي قدمها لنا الأستاذ مأمون هواري الماحي، وهو محامي موجود في سلطنة عمان مدة طويلة وأيضا محكم. شكرا جزيلا أستاذة ميمونة، ونتمنى أن نكون فيما قدمنا ما يفيد المستمع، ونسأل الله تعالى أن 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 يعم الخير والفائدة للجميع. الشكر. شكرا جزيلا. لأنه بدون ما نكون جميعنا يد واحدة نقل بنا هذا الوطن، كنا ولا زلنا، ويجب أن نستمر أكثر أكثر أكثر. لا ختام بعد هذا الختام. جلالته يقول يجب أن نقدم أكثر وأكثر وأكثر 3 مرات، فأتمنى إن شاء الله نقدم لعمان أكثر وأكثر، وأتمنى لكم جمعة طيبة لأنها مغايرة بوجود جلالة السلطان في عمان سالما غانما معافى، وأمسيتكم سعيدة. مع السلامة.